حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الاتصال المرئي من تونس السيد الهاشمي العرضاوي القائم بأعمال إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلسكو. أهلا وسهلا بحضرتك معنا ويسعد صباحك. إذا 8 سبتمبر اليوم هو اليوم العالمي لمحو الأمية، دعنا بداية نقف على أهم أهداف هذا اليوم. صباح النور أستاذة ساندي، أستاذ محمد، صباح النور من تونس من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. شكرا جزيلا على الاستضافة لتلفزيون دبي. اليوم العالمي لمحو الأمية للقرائية هو يوم تحتفل به دول العالم ومنها الدول العربية لتذكير أنفسنا جميعا بأن ثمة ملايين 771 مليون إنسان مواطن في دول العالم محرومون من حقهم في التعلم. التعلم هو حق من حقوق الإنسان، يضمن لكل واحد منا تحصيل المهارات الضرورية لاكتساب للعمل للحياة، ونحن نحتفل مع شعوب العالم ومع دول العالم لتعزيز الوعي بضرورة العمل على القضاء على الأمية، هذه الآفة الاجتماعية الاقتصادية، لأن أضرار الأمية على الفرد كبيرة، نفسية اجتماعية اقتصادية، ولكن كذلك على المجموعات والدول. ودولنا العربية تنسق مع بعضها البعض، المنظمة تنسق مع كافة الدول العربية، مع منظمات إقليمية، منظمات دولية، للوصول إلى أهداف معينة. نحن في الألكسو مع الدول العربية ننفذ العقد العربي لمحو الأمية من 2015 ل 2024، ولكن كذلك ننفذ محاور أجندة التعليم 2030، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والغاية السادسة من هذا الهدف مرتبطة متعلقة بمحو الأمية. حققنا دولنا العربية حققت نتائج متفاوتة من دولة إلى أخرى. ثمة دول من دولنا العربية استطاعت أن تتقدم كثيرا في هذا الموضوع، بل استطاعت أن تتجاوز مفهوم الأمية. نعم سيد الهاشمي، من هذا الموضوع تحديدا إذا تسمعني، واقع الأمية إذا تحدثنا عنه في العالم، وكما ذكرت أنت أيضا في العالم العربي، إلى ماذا وصل الآن؟ صحيح، المشكل ما زال قائما وصعوبات كثيرة. قلت اليوم الجهود مكثفة، ثمة مبادرات، الألكسو تنسق مع الدول، كل دولة لها برنامجها، ولكن العمل هنا نتحدث عن عمل عربي مشترك، نتحدث عن تنسيق بين الدول. ثمة مبادرات في بعض الدول العربية، مبادرات جيدة حقيقة، نتحدث عن مبادرة تحدي القراءة مثلا التي قامت بها يعني دولة الإمارات العربية، وهي مبادرة ممتازة. نتحدث عن مبادرات في المملكة العربية السعودية، في المغرب، في مصر، في تونس. دولنا العربية تحاول واستطاعت بعض أن يتجاوز مفهوم التقليدي للأمية ويتحدث عن تعليم الكبار وعن التعليم المستمر المتكامل، ويستفيد من فرص حقيقية، من فرص تكنولوجيا اليوم، يعني منظومات تعليمية تستند على التكنولوجيا. صحيح أن أزمة كوفيد عمقت في بعض المواقع المشكل، ولكن يمكن أن نستفيد من بعض دولنا العربية لنتقدم معا، لأن المسؤولية مسؤولية مشتركة، وهذا المشكل لا ينفع فيه إلا الحل الجذري. يعني دولة استطاعت أن تحقق نتائج متميزة، دولة المجاورة لها ما زالت تعاني، فالآثار هذه الظاهرة منتشرة وممتدة. نعم سيد الهاشمي، يعني سنتحدث ربما عن هذه النقاط من مكان إلى آخر. نعم، ألا وهي طبعا الحلول ربما أو المبادرات التي يتحتم علينا القيام بها للقضاء ربما على هذه الآفة، لكن نود الوقوف مجددا على الفئات ربما الأكثر شيوعا التي تطالها الأمية، لا سيما في عالمنا العربي. صحيح،
اليوم في عالمنا العربي لنا مشكل حقيقي في مسألة جودة التعليم. يعني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا موضوع من المواضيع الاستراتيجية التي تعمل عليها منذ نشأتها مع الدول العربية. الحل هو في تجويد التعليم، والحل هو في النهوض بالموارد البشرية في كل دولنا العربية. يعني محو الأمية اليوم يندرج ضمن إطار التعليم 2030، هذا الإطار الدولي والإقليمي إن شئت، وكل دولة ملتزمة بذلك. ثمة فئات متضررة أكثر من غيرها، تحدث عن الفتيات، تحدث عن النساء، خاصة في الأوساط القروية، يعني في الأماكن البعيدة عن الحضر. هؤلاء هذه الفئة متضررة حقا ونسبة عالية. تحدث عن كذلك عن الأطفال والشباب في أماكن النزاع، في مخيمات اللجوء، ثمة يعني واقع لابد أن نتعامل معه وأن نفكر فيه. اليوم أمام ظاهرة في المدرسة هي ظاهرة الانقطاع والتسرب المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. لأن مشكل آخر هو مشكلة أن تقريبا حوالي 60% من الأطفال في دولنا العربية الذين لم يتجاوزوا سن 11 و12 لا يمتلكون المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وهذا مؤشر يعني ليس جيدا. لماذا؟ لأن هذا باب للعودة إلى الأمية. الانقطاع المبكر عن الدراسة هو باب من أبواب الارتداد إلى الأمية. النهوض بالمدرسة، بالتعليم، بتجويده من الحلول الضرورية اليوم في سياق يتحدث فيه العالم عن تغيير أو تحسين فضاءات تعلم الكبار ومحو الأمية. احتفل اليوم مع العالم تحت هذا العنوان، ولكن العالم اليوم يفكر بعد كوفيد في مسألة تحويل التعليم. لابد أن نعيد النظر في التعليم. نعم سيد الهاشمي، لنا الدرس في هذا. نعم نأتي نعم. الآن إلى المبادرات التي قد يمكن أطلقتها الدول العربية نعم. لمحو الأمية، لو تذكرنا إياها أيضا. نعم صحيح، تم مبادرة، وأنا ذكرت منذ حين مبادرة تحدي القراءة. هذه مبادرة متكاملة ومستدامة وأهدافها واضحة، وهي تمكين ملايين من أطفالنا ومن شبابنا من تعلم القراءة والكتابة، وربما هذا مدخل فيما بعد إلى تملك الكفايات والمهارات المطلوبة اليوم، مهارات رقمية، مهارات التواصل، مهارات دقيقة. لابد أن نثمن هذه المبادرة ومبادرات أخرى. اليوم في المملكة العربية السعودية هناك منظومة، والمملكة تتحدث عن التعليم المستمر، وكذلك دولة الإمارات، دولة قطر، يعني دول استطاعت أن تتقدم، ونحن نرافق كافة دولنا ونستفيد من بعضنا البعض. اليوم نتحدث في بعض مبادرات الدول العربية عن أهداف واضحة، يعني من هنا إلى 2030 لابد أن نصل إلى انطلاقا من المؤشرات إلى القضاء على نسبة كبيرة من الأمية، يعني مقاومة هذا المشكل. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال خطتها الاستراتيجية، خطط سابقة، ولكن لنا خطة الآن 23-28 برامج ومشروعات مع الدول العربية في هذا الموضوع حتى نتقدم. نعم إذن إنجازات، نقلص أكثر ما يمكن. بالفعل إذن إنجازات جميلة وكبيرة حققتها العديد من الدول العربية، لكن الآن هذا يأخذنا للسؤال، ربما السؤال الأهم برأيك، هل يمكن بالفعل للدول العربية يعني القضاء على الأمية بشكل كامل؟ وإذا كان نعم، متى وكيف؟ يعني هل هناك تعتقد يعني جهود تنسيق بين الجهات المعنية في الدول العربية كافية، وبين كافة المنظمات طبعا كافية، من أجل القضاء على هذه الآفة؟ أنا أقول أن بعض الدول العربية استطاعت أن تتجاوز هذا المشكل، يعني من خلال المؤشرات ومن خلال تقارير، يعني الأمر ليس مستحيلا، ممكن.
كيف لابد من تطوير السياسات العربية المشتركة في هذا، والمنظمة حريصة على هذا مع منظمة أخرى للعمل العربي المشترك، تطوير السياسات العربية المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الرابع. داخل هذا الهدف لنا غاية، وهي الغاية السادسة المتعلقة بهذا الموضوع. ثانيا، لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والاستئناس بها. ثم دول استطاعت أن تتجاوز هذا المشكل، وفرت التمويل الضروري، اعتمدت مقاربات جديدة، طورت فضاءات التعلم، البرامج، الكتب، المعلم المسؤول عن هذا القطاع والمشتغل في هذا القطاع لابد أن نمكنه من المهارات والمعارف والأدوات الضرورية. يمكننا أن نحقق عندما نجعل حقا التعليم أولوية، وتطوير الموارد البشرية أولوية، ونربط تعليم الكبار محو الأمية بمسألة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ونربط كل هذا بمنظومة حقوق الإنسان. اليوم كل واحد منا له الحق في الوجود، ويجب أن يضمن المجتمع والدولة هذا الحق لكل المواطنين، لأن التعليم هو الذي يجعل الوجود أبهى وأفضل. صحيح. بالتعليم نقضي على الفقر، نقضي على البؤس، نقضي على الأمراض ونقاوم. بالتعليم يمكن أن نتواصل أفضل، ويمكن أن ندير أزماتنا أفضل. ومن حق الجميع علينا، من حق مواطنينا مهما كانت سنهم، أن يتعلموا، وخاصة الأطفال والشباب لابد أن نضمن لهم الفرصة حتى يتمكنوا من لعب أدوارهم الاجتماعية. صحيح. والاقتصادية. وأعتقد أن بتطوير السياسات، بتوفير التمويل، آليات جديدة للتمويل، بالاستفادة من التجارب، بتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجاربنا، بعض الدول نقول استطاعت وقدمت للعالم تجارب جيدة. واليوم لا نتحدث في بعض الدول العربية، نحن نتمنى بأن تصل الدول العربية، نتحدث عن تعليم الكبار. سيد الهاشمي، شكرا. نعم. لك أكيد سيد الهاشمي العرضاوي، القائم بأعمال إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو، شكرا جزيلا لك. نعم. على تواجدك معنا، ونحن أيضا يعني نتمنى بأن تصل فعلا دولنا العربية إلى الرقم صفر من خلال التعداد للأمية في الدول العربية، وبأن يكون أقل ما يمكن لأي إنسان متواجد على الدول العربية أن على الأقل يقرأ ويكتب.